على مستوى بقى الإحساس العام عند الزمالك إن الأهلي بيبعد، ده إحساس حقيقي ولا لأ؟ المفروض الأهلي الزمالك يحس الإحساس ده، لأن لما الأهلي يجيب لاعب زي حسين، زي إمام عاشور، يجيب لاعب زي أشرف بن شرقي، هما كانوا أو كان من القوام الرئيسي للزمالك، فأنت طبيعي كمشجع تبقى متضايق، لأن بكل تأكيد ده معناها إن اللي بيخرج اللعيبة أو اللي بيوافق على خروج اللاعبين ما بيحطش في حساباته إن في احتمالية لعودتهم للدوري المصري مرة أخرى، وبالتالي هو بيبيعهم أو هو ما بيقدرش يجدد معاهم، هو ما بيقدرش إن هو يملك العقود بتاعتهم أو يملك مصيرهم. بالنسبة لأشرف بن شرقي فأنا أعتقد إن ده كان شيء طبيعي، لأن أشرف بن شرقي مشي بنهاية عقده، فطبيعي جدا إنك ملكش أي سيطرة وأي تحكم على اللاعب. لكن من ناحية تانية بالنسبة بقى لإمام عاشور فده ملف يستحق التركيز، لأن أنت ما خسرتش بس إمام عاشور، أنت خسرت من قطاع الناشئين أو من اللاعبين اللي أنت كنت مراهن عليهم المستقبل بتاعك إمام عاشور وسيف فاروق جعفر، وخسرت كمان يوسف أسامة نبيه، ثلاثة من اللعيبة المهمة جدا في الزمالك في الفترة اللي فاتت وكنت ناوي أنك تبني عليهم مستقبلك. لما خسرت إمام عاشور بعته بثلاثة مليون دولار فكانت حاجة جيدة، لكن كم الأموال اللي على الزمالك خلى الثلاثة مليون دولار يتبخروا؟ أنت عليك فلوس من الأزمة بتاعت سبورتنج لشبونة مش قادر تدفعها، طب الثلاثة مليون دولار راحوا فين؟ كانوا بيسددوا ديون أخرى. طيب لما نيجي نبص على الشكل العام بتاع الديون الأخرى ده، مش يخلينا نسأل هو بالظبط كده، هو أنت محتاج أنك ترجع تاني تركز في أنك تبني قوام لإدارة رياضية جيدة داخل الزمالك؟ لأن على قد ما نجح أمير مرتضى منصور في الدور بتاع الإشراف على قطاع الكورة في أنه يساعد المدير الفني في أنه يشتغل أحسن شغل ممكن، لكن في دور أو في أدوار أخرى كبيرة في كرة القدم محتاجة لأشخاص آخرين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن على سبيل المثال احنا هنا بنتكلم على اتنين انت فقدتهم من اللاعبين الناشئين، يوسف أسامة نبي وسيف فاروق جعفر، فقدت الاتنين دول لانك دخلت المفاوضات معاهم بعد ما اصبحوا بالفعل نجوما. يعني لو الاتنين دول كانوا مضوا او كان الطلب انهم يمضوا قبل ما يبقوا نجوم كنت كسبتهم، صح؟ لان هما كده كده ما كانش حد عارفهم غيرك، فبالتالي انت عامل كده عليهم، وبالتالي انت اللي شايف موهبتهم، محدش غيرك شايف موهبتهم. انما انت لما تقبل انك توري موهبتهم للناس، وبعد ما توري موهبتهم للناس الناس تبتدي تتنافس عليهم فتقول لهم اقعدوا بقى معايا علشان خاطر انتوا اولاد النادي، يبقى انت هنا بتراهن بس على فكره انهم اولاد النادي، بتراهن بس على فكره انك حاططهم في صدام مع الجمهور. وبالمناسبه سواء امام عاشور، اشرف بن شرقي، سيف فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، خروج اي نجم من الزمالك هو بكل تاكيد هيخسروا جماهيريه الزمالك. عدم وجود بند لاعاده الشراء في العقد بتاع امام عاشور بيقول ان انت عندك هنا ثقب واضح، زي ما الاهلي كان عنده ثقب واضح في الانتقالات في الموسم اللي فات، انت عندك هنا ثقب واضح جدا محتاج تسيطر عليه تماما، لانك خسرت الثلاثة لعيبه معدل اعمارهم كام. يعني احنا هنا بنتكلم على ان الزمالك، وقائمه الزمالك معايا كامله اهي، انت بتتكلم على انك خسرت راجل سيف فاروق جعفر 23 سنة، يوسف أسامة نبيه 22 سنة، انت خسرت اتنين بالسن ده ومعهم امام عاشور 24 سنة، ثلاثة من المستقبل بتاعك اتدمر، الاحتفاظ بيهم اتدمرت فكرة الاحتفاظ بيهم.